ومن الحاجات الحلوه دايما دايما بنقول السوشيال ميديا فيها حاجات حلوه كتير وفيها ناس بتعمل حاجات حلوه كتيره جدا، ولما يبقى عندك تواجد على السوشيال ميديا وتستغله ل يعني زي ما بيقولوا للمساعده ونفع الغير بتبقى حاجه عظيمه جدا. جروب اسمه الحفلجيه هو موجود على فيسبوك وزي جروبس كتير موجوده، ولكنه تحول لظاهره الحقيقه واتنقل من الواقع الافتراضي لارض الواقع. شباب جميل جدا اتجمعوا مع بعض على حاجه واحده، هما كانوا يعني الفكره حب العربيات والسواقه ونفسهم يعملوا مجتمع كبير يخلي كل اللي سايقين على الطريق كانهم عيله واحده وعارفين بعض، ولكن الموضوع تحول وبقى في حته تانية خالص. انا مش هحرق الموضوع بس خلينا ارحب بيهم. استاذ طارق الخولي صباح الفل، ازيك عامل ايه يا طارق؟ كله تمام. استاذ رامي سمير صباح الفل. طيب انا يعني اكيد اللي انا قلته يعني ده ملخص لمشوار كبير قوي، وجروب بنتكلم في مليون ونص واحد واكتر، ومش الموضوع مش حب عربيات بس، ده الموضوع تحول في حته لمساعده الغير. فابداوا لي الحدوته نعرفها مع بعض واحده واحده. ابدا معاك في الحدوته، هي الفكره كلها اللي احنا جروب حبينا، يعني احنا مجموعه اصحاب حبينا فكره العربيات، كلنا بنحب العربيات، فبالتالي الاعطال بتاعت العربيات ساعات بتحصل معانا كتير. فهو بدا بجروب صغير تمام، اتكون في يعني اصحاب عملوا جروب بحيث لو حصل اي عطل اي حد فيهم يقدروا يتواصلوا مع بعض ويلحقوا بعض. فبالتالي الجروب ده وسع كبير، بقى كبير، بقى بدل ما هو اريا لا بقى محافظه، بقى كبير، بقى بيوصل محافظات، بقى على مستوى الجمهوريه، فبقى بيتشعب. فالتشعب ده بقى هو بقى عمل كيان، الكيان ده احنا كلنا بنشتغل عليه لفعل الخير، كلنا معرضين اللي احنا يحصل معانا نفس الدروب ده واحنا سايقين العربيه. فبالتالي انت عايز حد يلحقك، في ساعات بتبقى موجود في محافظه ثانيه فانت ما بتعرفش اي حد من صحابك يجي لك. فبالتالي احنا عندنا تيم متقسم في كل المحافظات، فلما يتقسم في تيم في كل المحافظات احنا نقدر نساعد بعض في اسرع وقت. زي مثلا انا من الجيزه فعطلت في اسكندريه باي ذا واي، فبالتالي مين اللي هيجي لي من الجيزه عشان يلحقني مثلا في اسكندريه؟ لو هو في تيم كامل موجود في اسكندريه يقدر سبورت معاك ايميديتلي، يبتدي يدي لك كل فول سبورت اللي انت محتاجه، كميكانيكي كاعطال كونش كيجي سبورت معاك بنفسه. ده ببلاش، كل ده لوجه الله احنا ما بنعملوش، احنا كده كده يعني ببلاش ببلاش ببلاش. هعمل تيست يعني تيست لا ما تقلقش اعمل تيست ما تقلقش. لا هو ده كل اللي احنا بنعمله لوجه الله. هي الفكره كلها انت محتاج ونش، انا هجيب لك الونش بالسبورت اللي انا هجيبه لك بسعر مخفض. دي بحسب بس الونش كده كده هو مش انت اللي هتاخد فلوسه يعني، بالظبط كده يعني لما عندكش ونش مثلا لو يعني. انا هقدر اجيب لك كتله الغيار وانت في مكانك واجيب لك اللي اركبها، بس ده الكوست بتاعها نفسه اللي انا عملته لك ده. لا مثلا انت محتاج وسط البطاريه فاكيد مش هاخد منك تكلفه، لا انا هاجي لك لحد عندك هديك وسط البطاريه بتاعتك. الحاجات اللي هي الصغيره اللي انا اقدر اعملها لك كسبورتنج ماشي، لكن كميكانيكي هجيب لك ميكانيكي. عمر الجروب قد ايه؟ لا بقاله كتير، بقاله داخل حوالي 8 سنين ما شاء الله. طيب عرفني يا طارق بقى دورك ايه في الجروب تحديدا؟ هو انا طارق الخولي مسؤول جنوب الجيزه، ماسك تيم جنوب الجيزه. ف انتوا متقسمين مناطق؟ اه هايل. يعني الجيزه نفسها متقسمه حوالي 4 تيمات او 5 تيمات تقريبا. فالموضوع بالنسبه لنا ان احنا نقدر ان احنا نغطي المنطقه، كل تيم يبقى ماسك منطقه بحيث ان يبقى في سرعه التواصل. كمل. فما يحصلش يعني ان انت تعطل فما نعرفش نوصل لك، فلازم يبقى متقسمة. طيب انا على الطريق يعني الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وعنده مشكلة بيعمل ايه بقى؟ بيدور عليكم على فيسبوك ولا بيعمل ايه بقى؟ بالظبط، وعلى الفيسبوك مجرد ما هيجي يبتدي هو فين جمعنا برضو ناس متطوعين كتير موجودين معنا مسكين السوشيال ميديا، فدول يعني انت مجرد ما ترفع بوست على الجروب مثلا انا عطلان اسمه الحفلجيه، الحفلجيه وفي مليون ونص واكتر، مليون واكتر يعني. مليون ونص ومليون و300 الف، مليون ونص بالظبط. يدخل يكتب بوست بسرعه عادي جدا، يا جماعه انا عطلان في الحته الفلانيه ورقم تليفوني موجود، بس هو اهم حاجه بيبقى موجود رقم التليفون، دي بتبقى سرعه التواصل بحيث ان هو لو مش مدي اللوكيشن مظبوط او في مكان مظبوط، لا انا بكومينيكيشن معاه بحيث ان انا اعرف الاريا بتاعته فين بالظبط واوجه له اقرب تيم جاهز ليه يقدر يطلع يسبورت معاه. معلش سؤال، انا كتبت البوست وحطيته، اللي بيتواصل معايا اي حد بيشوف البوست ولا انتوا لا في ناس مسؤوله هي ده؟ اصل هو الجروب فيه مليون ونص، فانا هحط بوست برقم تليفوني يعني بوست كالآتي. البوست انت بينزل، الناس بتوع الميديا موجودين معايا هم اللي بيبتدوا يقبلوا البوست، هم بيشوفوا اللوكيشن بتاعك فين. اللوكيشن بتاعك هو اللي بيبتدي يحدد هو بيوجه لاني تيم، اللي هو بيوجه للتيم الفلاني، فانت التيم اللي موجوده في الاريا دي هو اللي هيطلع سبورت، فيبتدي يعملوا منشنات ويبتدي يكلمهم في التليفون اللي هو انت عندك طوارئ في الحته دي، يبتدي ينزل يبتدي يشتغل عليها. لان هو كل تيم ليه جروب، يعني احنا كاداره احنا عندنا جروب للاداره بنوجه فيه بعض،
تمام، وبعدين عندنا كل جروب اداره عنده جروب تاني خاص بالمنطقه بتاعته. بتمنعه منين يعني؟ او يعني هو المعاكسات موجوده شئنا ام ابينا؟ يعني ايه رد فعلك مثلا لما انا انزل استغاثه واحط رقم تليفوني، ولا تلاقيني بعدها بشويه بقول لك يا رامي انا حد اتصل بيا يستخف دمه يستظرف مش عارف ايه؟ لان ده وارد يحصل، مش انا اكيد برضه احنا يعني اكيد في كنترول في الموضوع ده. احنا لما بنعرف الموضوع ده نعرف مين الشخص اللي هو تواصل وعمل الموضوع ده، تمام، فبنيجي برضه ناخد الاكشن معانا. هي اكيد لازم ناخد اكشن. تمام، هنكمل كلامنا مع جروب الحفلجية اكتر، وهنعرف هنتعرف على الموضوع اكتر، علشان كل اللي هيقع في مأزق هم ما بيتأخروش عنه. لسه مكملين صباح الفل، خليكم معانا مكملين صباحكم اتراك على راديو 90 سين اف ام. ولسه معانا جروب الحفلجية على فيسبوك، وهم عاملين فكرة عظيمة جدا علشان اي حد يعطل على الطريق يكونوا موجودين معاه ويساعدوه، وده مجانا، وهم يعني غرضهم كله في الاول وفي الاخر ان هم يساعدوك ويساعدوني ويقفوا معانا. انا كنت بدردش مع رامي وطارق قبل الاغنيه اللي شغاله، بقول لهم يعني فيما يخص فكره ان حد يكلم حد، او حد يعني حد نزل رقم تليفونه فتمنع المعاكسات ازاي. فقال لي بره الهوا جمله مهمه جدا فيما يخص ان لو بنت بتنزل استغاثه على الجروب انها عطلانه طريق العربيه مش عارف ايه، فبيبقى ليكوا مع البنات تحديدا في المسار طبعًا بيتغير شويه. طبعًا بتعملوا طبعًا ايه بقى؟ طيب هي مبدئيا لو بنت نزلت بوست ان هي عطلانه حط رقم تليفونها، انا ما ينفعش ابر البوست ده على البيج نفسها، بحيث برضو الرقم التليفون هيبقى معرض لناس كتير، اول 1,300,000 فيهم برضو، عشان برضو احنا مش عايزين هو مش جروب. فبالتالي هي اللي بيبتدي يتعمل معاها الكوميونيكيشن حد من تيم الميديا، بنت هي بنت بتواصل معاها، تمام، بتبتدي تاخد منها برضو كل الداتا بتاعتها هي موجوده فين او سبب العطل ايه او وبتدي بعد كده الرقم لحد من المسؤولين نفسهم في الجروب في التيم نفسه، هي موجوده فين بالظبط في انهي الاريا، بحيث تدي له رقم التليفون هو اللي بيبتدي فولو اب معاها، هو اللي بيحصل معاها الكوميونيكيشن لحد ما بيوصل لها يبتدي يخلص معاها الطوارئ بتاعتها لحد ما العربيه بتاعتها تتحرك، تمام، وبعد كده بتبقى مطلوب التوقيع. هو ده مش تشكيك في الناس، ولكن زي ما حضرتك قلت هو الجروب فيه فوق المليون، فلازم عامل حسابي ان بيبقى فيه خلل خلل ما، فلازم بنحاول نعمل برضو فول كنترول للحته بتاعت اخواتنا البنات دي، برضو لازم بنحافظ على الخصوصيه طبعا، فلازم نعمل الكيس دي. طارق بقى انت قلتولي ان الجروبس متفرع يعني، وهو بيغطي اماكن كتير، العدد ايه ومتقسم ازاي؟ هو جروب عباره عن 60 تيم في على مستوى الجمهوريه كامله، زائد ان الجروب دلوقتي بقى في كمان في السعوديه، زائد ان بقى في برضو في الامارات، فهو مش مجرد ان هو في مصر بس، الفكره كانت موجوده في مصر وبدات ان هي تتوسع في الدول بره برضو. يعني في بعض الاوقات جالنا قفشات من هولندا، جات لنا قفشات من المانيا، الاستيكر موجود هناك. قفشات دي بقى بمصطلحكم بس عشان الناس قفشات دي قفشات دي ليها معنى تاني ما عندنا، بس عايزين نعرف يعني ايه قفشات عندكم؟ قفشات ديت احنا عندنا كل تيم بيتعرف ان العربيه بتاعتنا بيبقى عليها مجرد لوجو او استيكر، هو دوت اللي بيعرفنا عربية بعضينا. كل تيم الاستيكر ده بيبقى تبعنا، فخلاص انا اوريدي هشوف عربيتك عطلانه على الطريق من غير حتى ما تنزل طارئ او تنزل اي عطل، مجرد ان انا لمحت الاستيكر فزي ما بيقولوا الدار امان، فتبعي فلازم اقفله حتى لو في مشكله بسيطه، حتى لو في عطل بعيدا عن اي حاجه ان انا اطمن عليه. هو صور عربيتي انا صورت عربيته، فبعد كده بنتعرف على بعضينا من خلال الصوره اللي بتنزل على التيم الكبير على الجروب الكبير. هي دي القفشه. طيب علشان قبل ما نختم، اللي سمعنا في العربية دلوقتي مستمع أو مستمعة، لو اتعرض لمشكلة على الطريق الجروب يعني احنا يعني دورنا وراكو كتير ولقيناه فعلا تراستد جدا، وان انتوا عايزين تفيدوا الناس جدا، يعمل ايه تاني علشان يلاقي المساعدة المطلوبة؟ واللي انا فهمته ان انتوا شغالين مفيش حاجة اسمها بالليل او بالنهار، في أي وقت 24 ساعة يعمل ايه بقى لو العربية عطلت بيه في اي وقت في اي حتة في مصر اريا مصر؟ كل اللي هو هيعمله هينزل بوست على الفيسبوك على البيج عندنا، يقول هو هي بيج ولا جروب؟ بس عشان بيج على الفيسبوك لا مش بيج جروب. هو جروب. جروب على الفيسبوك جروب على الفيسبوك. اسمه الحفلجية، هو العدد بتاعه برضه عشان فيه برضه هتلاقي فيه ناس كتير اكيد متقلل طبعا، فهو بيبقى مليون وكسور، تمام. فبالتالي هو بينزل بوست على الفيسبوك يقول بس انا عطلان في الحته الفلانيه، ويكتب رقم تليفونه، مجرد البوست ما يتقبل هتلاقي الناس كلها بتتواصل معاه وبتروح تحل له مشكلته.
حلو جدا. اخر حاجه تحبوا تقولوها للي بيسمعوكوا النهارده، بما انكم عاملين حاجه خدميه زي ما يقولوا مجانا كده علشان تفرحوا الناس، او مش يعني لا، هو الواحد لما عربيته تصلح بيفرح برضه علشان تقفوا مع الناس. الفكره كلها ان احنا بنرجع الثقه تاني موجوده، اللي نقدر لو اي حد عطلان زي الاول كده نقدر نقف له ونشوف هو عطلان في ايه او ايه مشكلته نقدر نحلها له. فاحنا عايزين نرجع الموضوع ده تاني، نرجع الثقه الداخليه اللي موجوده ما بيننا وبين الناس موجوده تاني. مش معنى ان انا عطلت فمحدش هيقدر يوقف لي، لا، ده انا هديله ثقه بعد كده ان هو يوقف لاي حد يبتدي يديله الاعطال بتاعته او يبتدي يساعده او نرجع الخير تاني. الخير كده كده موجود، فهو كده كده الحمد لله نقدر نرجعه تاني ونرجع لزمان ما كنت. جميل. طارق، تحب تقول ايه في نهايه اللقاء بتاعنا؟ هو برضو براجع على كلام رامي، في بعض الاوقات بيبقى فيها اعطال عندنا بتبقى بالليل جدا متاخر او كده، ف مش لازم ان انا اطلع الشخص اللي هيطلع الطارئ ديت فلازم ابقى خايف عليه. ففي ناس ممكن تستغرب لو قلت له مثلا ابعت لي صوره العربيه او صوره رخصه العربيه. طب انا بامن على الراجل اللي هيطلع الطارئ دوت، اللي هو انت تمام، انا عرفت المواصفات بتاعه العربيه كمسؤول، فخلاص انا الدنيا بالنسبه لي ان انت تطلع، انا كده مطمن عليك. انا مشكوركم جدا، واي حد عايز يخدم الناس وعايز يقف مع الناس ده فوق راسنا، وان انتوا بتعملوا ده كده ومفضيين نفسكم. اكيد كل واحد فيكم عنده اشغال وعنده حياته. خدمه تطوعيه بالظبط، خدمه تطوعيه احنا بنعملها يعني. برافو عليكم وكملوا، يعني احنا بنتعلم منكم في الاول وفي الاخر. نورتونا. شكرا.